اسمي دكتور محمد عمر، انا مدير عام الاداره الطبيه في جامعه حلوان. اتس ان اونر طبعا ان الواحد يبقى موجود النهارده في مؤتمر بيديا ايجيبت، لان ده صرح لطب الاطفال في مصر دلوقتي في العلم والحضور من زمايلنا واساتذتنا ومن الناس اللي جايه تاخد معلومه طبيه فعلا من مصدرها الصح. مؤتمر مبذول فيه مجهود كبير قوي من الناحيه العدديه، من ناحيه الناس الحضور، من ناحيه التقنيه والتكنولوجي في شاشات العرض، من ناحيه التنظيميه في مواعيد السيشنز والمحاضرات اللي ماشيه زي كتاب ما بيقول، كل حاجه بتبدا في ميعادها بتنتهي في ميعادها. من ناحيه حضور الشركات، ودي فرصه للناس كتير جدا ان هي تشوف الشركات، تجمع كبير جدا. طبعا بشكر كل القائمين عليه، الشركه المنظمه وطبعا الدكاتره الاساسيه والدينامو المحركين ليه، دكتور وائل بحبح ودكتور زنون. يعني فعلا يعني هم مثال يحتذى به لكل الناس اللي عايزه تعمل حاجه كويسه وتوصل معلومه طبيه. الدكاتره النهارده كانت بتحضر، واللي بتحضر السنه اللي فاتت، وكل مره بيبقى في نوع من الشوق لاستقبال المعلومه، والجزء الابلايد اللي بيهم الطبيب، مش الجزء اللي موجود في الكتاب اللي كل حد ممكن يقراه او يشوفه على الانترنت، والانتر اكشن اللي موجود في الورك شوبس حاجه مهمه جدا.